والله ثلاثة اثنين ولا ثلاثة اثنين يعني اتمنى انه شوية يكون طولة بال عندكم يعني تتحملوني دقائق يعني لا دقائق يعني دقائق لابد انه لانه انا صراحة يعني لازم في اشياء لازم احكيها خلي على يمينك بس خلي ايه بس شباب لا حد يقاطع ابو سعيد اول شيء يعني هارد لك للاعبين المنتخب وهارد لك الجمهور العراقي الكبير اللي مساند بشكل كبير للمنتخب العراقي واللاعبين الابطال اليوم في مباراة اليوم كافراد قدموا مباراة وانا كنت اراهن في الاستديو يوم امس قلت انه انا اراهن على اللاعبين انه المستوى اللي ظهروا به بالمباراة الاخيرة خصوصا مباراة الكويت ومباراة فلسطين انه ممكن راح يعوضون في مباراة يوم غد وهذا معدن للاعبين العراقيين عند الشدائد وعند المباراة الكبيرة يكونون موجودين هذا واحد اثنين انا اعتقد في وجهة نظري كنت دائما اتكلم اقول انه الاستقرار يعني واحد من اهم العناصر النجاح اللي انك تبني عليها منتخب للمستقبل منتخب يكون قوي يقارع الفرق الكبيره في اشياء ايجابيه حدثت للمنتخب العراقي انك انت اليوم تلعب مع كوريا وانت ما خايف من كوريا تلعب راس براس تلعب مع اليابان وانت ما خايف وتفوز على اليابان في بطوله اسيا مع الفرق الكبيره هذا في اشياء ايجابيه جدا لكنه الاستقرار واجب ومهم اكيد اللاعبين اليوم ادوا في وجهه نظري ادوا داخل الملعب قاتلوا حاولوا انه يطلعون بنتيجه جيده لكنه هذا الوضع يعني الوضع الحالي انا اشكل صراحه انا اشكل على المدرب يعني مدرب الى الان جرب يمكن 55 لاعب في التصفيات وحتى في النهائيات وهذا رقم جدا جدا كبير يعني انت مباراة فلسطين ومباراة اليوم في كل مباراة انا دائما كنت اقول لكم في كل مباراة راح تشوفون اربع خمس لاعبين مختلفين جدا المنتخب اللي ينبني على لاعب انا هذا صراحة اشكل عليه منتخبنا دائما مبني على ايمن حسين موجود ايمن حسين تشوف شكل المنتخب العراقي مميز ايمن ما موجود غاب في منتخب في مباراتنا مع الكويت شكل الفريق كان مختلف وغير جيد في المباراة مع الظروف اللي كانت موجودة سؤال في ست لاعبين في مباراة العراق وفلسطين تغيروا في مباراة اليوم هل هذا شيء صحي؟ انك انت اليوم في ست لاعبين ما موجودين في مباراة فلسطين لعبوا خمس لاعبين من مباراة فلسطين من مباراة الكويت الى مباراة فلسطين تغيروا من مباراة فلسطين خلال أربعة أيام ست لاعبين تغيروا يعني ظروف نشأت ولا لا مدرب موجودين اللاعبين اللي مع فلسطين موجودين ليش يسوي يوسف يعني؟ يوسف الأمين حسين علي زيد تحسين مناف علي جاسم صفاء هادي شوف الأسماء اللي راح أقولها زيد تحسين ومناف وميرخاس دوسكي أعلى تقييم في مباراة فلسطين اثنين من عندهم على دكة الاحتياط اللي هو زيد تحسين ومناف حسين علي ثاني أعلى تقييم اليوم موجود خارج التشكيل على دكة البدلاء بالمناسبة أنا ما أقلل من أي لاعب شارك في مباراة اليوم الكل حاول واجتهد لكنه أنا في وجهة نظري أنا دائما أقول مع الاستقرار استقرار اللاعبين لأنه اليوم متى ما تكون في ثنائيات متى ما تكون في مجموعة متجانسة متى ما يكون أنه في ممكن تشوف شكل داخل الملعب علي جاسم الكل أشكل في مباراة الراحة أنه على مستوى علي جاسم المباراة هذه كنا نحتاج علي جاسم بدأ بي كلاعب بديل أرجع على اللاعبين اللي شاركوا في المباراة مو تقليل من اللاعبين اللي شاركوا في مباراة اليوم اجتهدوا وأدوا لكنه أنا مع الاستقرار علي فائز آخر مباراة لعبها مع المنتخب الوطني في شهر 7 2023 قبلها لعب مع المنتخب العراقي في كأس الخليج حتى علي فائز يعني وضع لا البدني ولا حتى الفني في نادي الطلبة غير جيد وانتقل إلى نادي النجف أحمد ياسين مبتعد آخر 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 مباراة ما كان موجود لولا الإصابات ممكن أنه رجع لوكاس شيلمون ومحمد الطائي لاعبين جدد لاعبين شباب أنك أنت اليوم تجي تبدي بلوكاس شيلمون في هذه المباراة هذه علامة استفهام جدا كبيرة جدا كبيرة لاعب صغير بالعمر في مباراة كبيرة مباراة مهمة مع فريق كبير أنك أنت تبدي به كلاعب في منتصف الملعب
ما اعرف انا صراحه ما اعرف المدرب كيف يفكر. لو فاز المدرب هاي الورقه كلها انا راح اشققها، هاي راح اشيلها وارميها الورقه. لو فاز اليوم في مباراه اليوم، لو تعادل في مباراه اليوم راح ارميها. لكن في تساؤلات، هاي التساؤلات عندي انا كلاعب، عند البعض من الجمهور، البعض من المحللين، في اشياء عجيبه غريبه صراحه. في شيء مهم جدا جدا جدا، يعني انا اتكلم على الانسجام، والانسجام اللي انا اطالب به والاستقرار اللي انا اطالب به. اليوم المنتخب الكوري اريكم حضر لك بطريقه عجيبه، يعرف انت وين مكان القوه وين مكان الضعف. وقف الصوره، وقف الصوره، وقف الصوره، العفو. المشكله المنتخب العراقي مو بالجهه اللي فيها الكره، المشكله في الجهه الثانيه، وهذا تحضير وقاري المنتخب العراقي بشكل كبير. شوف التجمع اللي موجودين الان 4-2، المشكله الحقيقيه في الجهه الثانيه مش في هذا الجهه، في تمركز جيد، في حماس من اللاعبين، لكن المشكله الحقيقيه في الجهه الثانيه، قلبي الدفاع وعدم التفاهم. علي فائز وريبين سولاقه، كيف شوف عمليه التحرك اللي موجوده، شوف انتقال اللاعبين الكوريين، شوف ضرب الكره خلف علي فائز وتغطيه ريبين سولاقه، هاي دقيقه 2. هذا رب محضر لك، يعرف انه انت مشكلتك مش بالكره بالجهه المخفيه، الجهه الثانيه، الجهه الثانيه. نشوف هذه الحاله الثانيه كيف المنتخب الكوري قاري المنتخب العراقي ومحضر له بشكل كبير جدا. شوف تجمع اللاعبين العراقيين كيف متجمعين بهاي المنطقة، مسكرين المساحات، قراءة جيدة. لكنه هو المنتخب الكوري يعرف، شوف اللاعب الكوري اللي سحب نفسه إلى الخلف بالوضع الطبيعي أنه يكون موجود هناك، لكنه في قراءة للاعب الكوري اللي راح يستلم الكرة في هذه، شوف كيف راح يضرب المنتخب العراقي بخطوط ظهر المنتخب العراقي. هذا يوضح أنه في قراءة من المدرب، من مدرب المنتخب الكوري، انه انا في هذا الفريق العراقي يتجمع في منطقه ويترك منطقه ثانيه فارغه. مرخاس واحمد يحيى، مرخاس احنا شاهدناه في المباراه السابقه لاعب ظهير يسار، اليوم لعب كوسط يسار، واحمد يحيى دخول احمد يحيى كظهير يسار. في اخطاء مو اللاعبين يتحملوها، طبعا نوقف الصوره، نوقف الصوره العفو، بس اريد اشرح هاي. في اخطاء هسه اللاعبين يقولون لا هاي اخطاء فرديه، انا اقول لا هاي اخطاء مدرب، لانه هو اللي اشرك اللاعبين. انت اليوم مرخاس دوسكي هو يلعب ظهير يسار، انت جيت اليوم لعبته وسط يسار، في هذا اخطاء المدرب هو اللي اختارها. حسين علي لاعب ظهير يمين كان مميز في المباراه السابقه والمباراه السابقه، انت شلته وخليت لاعبين بمكانه. لو نكمل الحاله راح نشوف انه في قراءه من المنتخب الكوري للمنتخب العراقي. الضعف في ضعف، شوف عملية التمركز، شوف مصطفى سعدون في تأخر، في ديلي عنده في التفكير، شوف راح تشوف المشكلة في الجهة الثانية. هي الجول هاي. هي هاي الجول، في دائما المشكلة، شوف قلبي الدفاع. المشكلة دائما في الجهة الثانية، المشكلة مش بالجهة اللي موجودة فيها الكرة، شوف حتى الهدف الثالث، مدافع صلحها. ها؟ مدافع الضيف صلحها. اي شوف الهدف الثالث، شوف اللاعب الكوري كيف متمركز على البعيد، شوف اللاعب الكوري هنا انطلق لكنه رجع سحب روحه، أحمد يحيى دخل المنطقة الميتة، جاء اللاعب الكوري كمل. هذا يوضح أنه المنتخب الكوري محضر للمباراة عكس المنتخب العراقي. المنتخب العراقي أنا أتكلم على المدرب، أنا ما أتكلم على اللاعبين، أنا أحكي على المدرب. المدرب لازم يكون فيه استقرار، فيه استقرار في عملية التشكيل، لانه اليوم انا اليوم احنا اليوم حتى هنا في المجلس وفي الـ في الـ في الاخوان اللي موجودين، لو يتغير واحد عندنا من المصورين او اثنين، واحد بالجاليري يتغيرون تصير ربكه. اليوم انا اذا ما في ثنائيات وفي ثلاثيات وفي جماعه، وكره القدم كره جماعيه مو كره فرديه، احنا ما بنلعب تنس، احنا في كره جماعيه، لازم تكون في توأمه، في كيمستري موجوده بين قلبي الدفاع، بين الظهير والوسط يسار ولاعبين الوسط. احنا اليوم المنتخب القطري يلعب بثلاثه، وانا كنت اقول خايف من الثلاثه اللي موجوده. انا في وجهه نظري مع الدعم اللي حصل عليه كاساس، اذا كان من الجمهور، اذا كان من الاتحاد، اذا حتى كان من الدوله، لابد انه اليوم الاتحاد يقعد مع المدرب يقول له لازم تقول لي انت شنو ناوي، شنو اللي تخططه، احنا وين راح نروح، وين راح نكون، لانه لازم تكون اهداف واضحه وثابته فقط. شكرا واسف على طالب. كان دقيقه فريق ممتاز اليوم فاهم اللي وصلوا القمة بعض المنتخبات.